السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. هي أفضل الصلاة والسلام. النهاردة معانا بطيخة إن شاء الله يا رب تطلع حمرا تحاول. إن شاء الله. وأنا أعلمكم إزاي نقطع البطيخة. نقطع البطيخة بسم يا رب الله. يا يوسف تطلع حمرا طبعا. هي عاوزة سكينة حمل. بسم الله. لا ما شاء الله الله طلعت طبعا حلوة. تقطع الجريلة يا جماعة. طبعا انا محتاج بالراحة. طبعا احنا بنحط القشر هنا عشان يبقى ايه. دي وريكوا القشر. يوريكوا قشر دي تقطع الجريلة. انا جايبه لك صينيه مش طبق. كان زمان تقطع الفرق تحت السكينه. طبعا يا جماعه شوف القشره. يا رب ما يبقاش في قلبها بيز باينه من بره. ما فيش بيز اللي جوه باين. لا سيبه بعيد كده. اسف. هو هيتشرب عشان السكينه. طبعا التقطع ديت بتتعمل بره بتبقى في المطاعم المحلات. ايه المايه ازحت اللي عندك بتاع البطيخ؟ ما يهمش. شوف القش ده ينفع للبط والحاجات دي. محمد ايه يا بابا؟ وقفها وقفها بقى كده وضعها. لا فيها بيزر. ما بحبش البيزر. عايز اكل بطيخ من غير بيزر. طبعا القش بتاعه والحاجه بتاعتها هقطعها. ما شاء الله. دي التقطع يا جماعه سهله. وانتوا بقى تقطعوا بقى زي ما انتوا عايزين. زي ما انتوا عاوزين. ماشي. اقطع نص بقى وسيب النص الثاني. ماشي. اقول لك انا هقطعه بقى من الحته الثانيه. هي سهله اهو. شوفها. ماشي. على مين طبق يا محمد من على ما فيش فيها بذر كتير. طبق يا محمد من على طريقه سهله. ينفعش القشر بس بتاع جنبه. متقطعه كله. تنفع كمان لضيوف. يا سلام يا سلام. شم زكريا. جميلة. تسلم ايديك. بص اكنك بتقطع بطاطس. بطاطس. ايه اللي جاب البطاطس للبطيخ؟ ايوه. طبق اللي هناك على المفرود الابيض ده الطبق بتاعنا. وتجيبي كمان شوكه. تبقى 100 100. يا رب الطريقه بتاعتنا تعجبكم. وانا هكمل الطريقه بتاعتي بقى واوريها لكم. طبعا بعد ما قطعنا نص البطيخه بتاعنا بالطريقه دي من غير قشر ينفع لاي مناسبات لضيوفك اي حاجه تشرفك. وطبعا طبعا شكله ما فيش فيه بيزر. لا ما شاء الله بطيخه حتى كمان طلعت حمراء. نيتنا حلوه. وانا اخد الطريقه دي من شيف صيني اسمه يانج. ويا رب الطريقه بتاعتنا. انا هوريكم بقى الطريقه بتاعتي في فيديو تاني ان شاء الله. وسلام للجميع. ترى سهلة وبسيطة يا جماعة.